يبدو أن نجاح الذي يحصده الممثل السوري باسل خياط في مسلسله الأخير الثمن ينعكس سلباً على علاقته بزوجته ناهد زيدان، إذ من الواضح أن خلافاً وقع بينهما بسبب تقرب باسل خياط من الممثلة اللبنانية رزان جمال التي تلعب دور حبيبة باسل في المسلسل. وفي التفاصيل، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن رزان لم تقم بأي مبادرة لدعم زوجها في نجاحه الأخير، مشككين بحصول خلاف بينهما بعدما عبر الجمهور عن إعجابه بثنائية باسل مع رزان. وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ الجمهور فيها البرودة بين باسل وزوجته، إذ كان قد وقع في مرمى الانتقادات اللاذعة والاتهامات السلبية عقب تداول تصريحات لباسل عن حبه الأول وتفاصيل معاناته بعد انفصاله عن حبيبته، وذلك لانقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متهم إياه بعدم احترام زوجته ووالدة أبنائه، وبين ناقد لتقبل الأخيرة لحديثه المتكرر في الموضوع. وكان باسل خياط قد روى في حوار مصور ضمن برنامج أي بي توكس المذاع عبر منصة يوتيوب تفاصيل المعاناة التي ألمت به عقب انفصاله عن حبيبته الأولى وكيفية انهياره ووقوعه في دوامة الذكريات الرومانسية والجميلة. وقال باسل خياط: كان في علاقة بعمر العشرينات واستمرت 6 سنوات، بعد ما خلصت العلاقة تربطك ذكريات، يعني نحنا تركنا بس انت ما عم تتركي، بسمع أغنية بتذكرها، بحاول اني غير المكان اللي بقعد فيه، بتحس انها عم بتحاصرك، يعني هجوم من كافة الأماكن. وتابعة: انا بدي ابدأ بداية جديدة وما عم بقدر، هي عايشة ومعشعشة بذكرياتي وذلك دائماً، كنت أراها تضحك وهي ابتسامتها كانت جميلة جداً، وأذكر أنني كنت أقول لها: خليتان مليئتان بالعسل، عيناك مغمورتان بالشمس، لهيك دائماً كان في صورة عيون ملونة ومعبيين شمس.